دعنا نشاهد الصورة فقط إذا سمحت لي الآن على الشاشة. هذه مراسم تشيع الطفل ريان في قرية إغران في شفشاون. هذه طبعا الجنازة التي تحمل على الأكتاف الآن، جنازة الطفل ريان، عمليات أو عملية الدفن التي تتم الآن للطفل ريان، وتابعها وإياكم مشاهدين الكرام الآن على شاشة العربية. تابعنا الصور قبل قليل، هذه صور أيضا أو صورة من زاوية أخرى كما نشاهد لريان ومن حوله من عائلته أيضا، عمليات أو عملية دفن الجنازة، جنازة الطفل ريان بعد أداء صلاة الميت عليه وبعد ذلك تشييعه إلى مثواه الأخير. وسيوارى الثراء الآن كما نشاهد هذه الصورة وإياكم مشاهدينا الكرام، وهي لآلاف المغاربة الذين شاركوا في تشيع الطفل ريان في مدينة شفشاون. وبعد ذلك الصورة أيضا رأيناها أيضا والجنازة أيضا التي حملت على الأكتاف، أكتاف طبعا أقارب وأهل الطفل. نشاهد الآن عملية الدفن ومواراته للثرى مشاهدينا الكرام. هذه طبعا الصلاة التي صلاة الجنازة التي أقيمت على الطفل الراحل ريان بعد هذه القصة التي كانت محور اهتمام مغربي وعربي وعالمي أيضا، كانت قد سلطت عليها الأضواء منذ يوم الأربعاء الماضي بعد أن سقط الطفل المغربي ريان أورام في بئر بقرية شفشاون شمال المغرب. استمر عالقا في هذه البئر لمدة 5 أيام، وبعد ذلك تم انتشاله بعد عملية إنقاذ استمرت لأكثر من طبعا 4 أو 5 أيام، وبعد ذلك وخروجه أيضا من هذه البئر تم نقله طبعا عبر سيارة الإسعاف إلى طائرة مروحية إلى المستشفى العسكري في الرباط، وبعد ذلك أعلن الديوان المغربي وفاة الطفل ريان. الآن معنا من قرية إغران من الحدث نفسه في ضواحي مدينة شفشاون الصحفي محمد سعيد السوسي. سيد محمد مرحبا بك معنا، كيف هي الصورة من حولك؟ الآن بدأ المشيعون يتفرقون من محيط القبر الذي وضع فيه جثمان ريان. انتهت مراسيم الجنازة الآن بشكل كامل بعد الدعاء لريان وبعد قراءة آيات من الذكر الحكيم فوق قبره بالموازاة مع وضع التراب فوق القبر. الآن إذن انتهت مراسيم الدفن تماما. نعم، الآن بدأ تفكيك المصلى وجمع الزراب التي كانت موضوعة على أرضيته، كما بدأ الناس في التفرق كل يأخذ اتجاها. أشاهد أمامي والد ريان وقد تحلق حوله العشرات من الصحفيين والمواطنين الذين يعزونه، فيما تحاول السلطات يعني المرور به إلى ربما إلى منزله وإبعاده عن الجموع. نعلم أن هناك إجراءات احترازية باعتبار أننا لازلنا نعيش الفيروس كورونا وانتشاره، لذلك يحاولون يعني منع الناس من الاقتراب منه، كما كانت هناك نداءات تتكرر للناس للتفرق، لكن كل ذلك كما شاهدنا في الفيديوهات دون جدوى، على اعتبار أن هذا المشهد كان مهيبا، كانت تقشعر له الأبدان. حقيقة ما عاشته هذه القرية، ونحن نوجد في قرية الزاوية الآن وهي قرية مجاورة لقرية إغران التي وقعت فيها الحادثة. يعني ما حدث في هذه المنطقة هو شيء غريب جدا، يعني شيء ملحمي وتحول إلى شيء مهيب في هذه اللحظات في هذا اليوم التي عشناها هنا. طيب دعني أنتقل فقط إلى الزميل عادل الزبيري مراسل العربية. عادل، أنت في موقع مختلف، كيف هي الصورة المشهد الذي وصفه الزميل محمد بأنه مشهد مهيب الآن في قرية إغران؟ نعم، أنا حاولت الابتعاد قليلا عن الجموع من أجل أن يكون لدي مشهد بانورامي. بالفعل هذه الجنازة حدث استثنائي في تاريخ المغرب بكل المقاييس.
الناس تقف على منحدرات شديدة الخطورة بالمئات من أجل أن تتابع الجنازة. الناس رددت الأدعية منذ أن جرى فتح المطار لله. لم تمنع السلطات المغربية أي أحد من المواطنين أن يصل إلى المصلى. جرى السماح للعائلة بأداء الصلاة في المصلى، ولكن الجبال المجاورة كانت يعني تشهد على حدث إنساني فريد، وهو ما طرحه الزميل والصديق مصطفى العباسي. ما السر وراء قدوم الناس بهذا العدد الكبير إلى هذه الجنازة؟ الآن أمامي يظهر قبر الطفل الفقيد ريان، وقد جرت تغطيته بمجموعة من أغصان الأشجار على اعتبار أن هذه العادة والعرف في هذه المناطق الجبلية. طيب. عادل، الآن بدأ الناس ينسحبون تباعا من مكان الجنازة بعد انتهاء مراسمها. عادل، من شارك في عمليات الدفن، دفن جثمان الطفل ريان؟ هل استطاع كل العامة الوصول إلى 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 مكان القبر وإلى الدفن، أو اقتصر على عدد معين؟ خلال الصلاة يعني كان المئات منتشرون في الجبال المجاورة، لأن مكان الدفن هو منبسط ضيق وصغير يقع بين الجبال، كما تسلق المئات الأشجار ليشاهدوا هذا المشهد. المصلى كانت فيه العائلة وفقهاء المنطقة والمقربون من العائلة، لأنه لا يمكن السماح ولا الجغرافيا تسمح بأن تكون الصلاة كبيرة العدد. طبعا من أهم المتواجدين هو وارد الطفل ريان، على اعتبار أنه الوارد لرمزيته. طبعا الناس تحدث الجغرافيا، الصعود إلى هذه المنطقة حقيقة يقطع الأنفاس، منحدرات جبلية صعبة، مسالك صعبة، رغم أن السلطات شقت طريقا ترابيا في هذه الجبال لإيصال سيارة الإسعاف. والآن يتوالى خروج الناس من المكان. هنالك الآن من بدأ لا أعرف تفسير هذا المشهد، أيضا يأخذون صورا مع القبر. يعني هنالك أشياء تقع تحتاج إلى قراءة وتفسير وتحليل. طبعا الأعداد خفت، المتواجدون بين الجبال نزلوا، لأن العرف يقتضي أن ينسحب الناس مباشرة بعد انتهاء مراسيم الدفن وقراءة القرآن ورفع الدعاء، ولكن هنالك البعض لا يزالون يعني يتجمعون هنا وهناك في انتظار الانسحاب الجماعي وفق التقاليد والأعراف. حتى المصلى الآن يجري جمع السجاد الذي جرى استخدامه للصلاة. طبعا السلطات وزعت الكمامات على اعتبار أن أزمة فيروس كورونا تزال موجودة، والمعزون سينتقلون على بعد كيلومتر من هنا إلى بيت جدي وجدتي ريان من جهة أبيه، على اعتبار أن هذا البيت هو الذي سيكون البيت الرسمي للعزاء. نعم. طيب، إذن بيت جد وجدة الطفل الراح ريان سيكون هو بيت العزاء، عادل، حسب التقاليد والأعراف أيضا في المغرب. كيف ستتم أيضا مراسم العزاء؟ متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ هل ستكون في اليوم الأول مقتصرة على أفراد العائلة فقط، أم أن يكون بيت العزاء مفتوحا لكل الموجودين ولهذه الآلاف من الحشود التي شاهدناها على الشاشة؟ بيت جدي ريان سيبقى مفتوحا وفق الأعراف المغربية طيلة 3 أيام. ستكون هنالك 3 ليالي بقراءة القرآن والسماع والمديح لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفق التقاليد المغربية. ستقام أيضا يعني سيوزع الطعام على الحضور. هنالك من سيأتي للعزاء ويرحل، وهنالك من سيبقى. فنرى كيف ستدبر السلطات المغربية، لأنه من الصعب أن يتجمع هذا العدد الكبير من المعزين في ذلك المكان، أيضا لأن المكان لا يتسع. العائلة نصبت خيمتين كبيرتين وفق الطراز المغربي وتسمى بالخزانة، بالخزانة المخزنية، أي الخيمة التقليدية المغربية، لأن البيت صغير ولن يسع هذا العدد من المعزين، كما أن المسالك الجبلية الوعرة لا تسمح بإيصال الكثير من المعدات. ولكن بيت العزاء أتوقع أن يبقى مفتوحا لأيام، لأنه من الممكن أن يأتي المغاربة طيلة أيام وأيام لتقديم واجب العزاء.
ما دام المئات أتوا من مناطق بعيدة وظلوا ساعات تمكثوا ليلا تحت البرد القارس يشاهدون الجرافات، فبالتأكيد ذلك آخرين سيأتون لتعزية العائلة مباشرة لأنهم يريدون أن يأتوا، ولما نسألهم يقولون هكذا نريد أن نأتي، كأن شيئا استثنائيا أو فريدا يجرهم إلى هذا المكان.